طلبوا منا نصور لهم المطاعم الأرمنية. صورت لهم عدة مطاعم وناشرها على اليوتيوب. اليوم احنا وصلنا الى احد المطاعم في مقاطعة بايوت سور. مطعم صراحة اكثر من رائع. ومننا نقول اكثر من رائع. ما راح اذكر لكم اسم المطعم حتى لا تقولون دي يسوي دعاية للمطعم. فقط راح نصور لكم الطبيعة حولها. حتى تشوفون الجلسة اللي فيها جلسة بديعة. وأتمنى أن تتابعونها. هذا معون المشاوي اللي يتكون من كباب وخروبات الغنم وخروبات الدجاج وخروبات البطاطا. الخروبات هو الباربيكيو، بالأرمن يسموه خروبات.